ما حدا قال انه والله لما بيطلع حدا بيقول لك لما بيطلع حدا بيقول لك خلص حزب الله انتهى. مين هذا؟ القوة اللبنانية لا ما عم بيقولوا هيك. لا عم بيقولوا لا عم بيقولوا هلا بطلع لك كذا تصريح للنواب القوات. انا عم بحكي عن قرار السياسي عن عن القوات اللبنانية لما بيطلع بيقولوا انتهى حزب الله من حسابهم من شارعهم. اللي انا ما شفت بعد انه عند سمير جعجع قال الكلام، مع انه عم تقولي لي عن قصه قصه الطائفه الشيعيه وعملوا توضيح وما توضيح، مع العلم انه انا مش رايي هيك. بس هذا ما قالوا انه خلص حزب الله. انا باخذ على كلام الدكتور جعجع بالاخر، ما قال ولا مره انه خلص حزب، وما بتصور انه عم يفكروا انه خلص حزب الله. كيف خلص حزب الله؟ ما زال في هذا المجلس النواب وما زال في هذه السلطه، ما راح يخلص حزب والتركيبه اللبنانيه بعده. بس ضعف حزب الله اكيد، عملوا حساباتهم انه عم يضعف حزب الله اكيد، هن وغيرهم. لازم نكون صريحين بهالقصه. وحزب الله هون اذا بدك نكفي بالمسار مثل ما هو، هو اللي بيتحمل هذه المسؤوليه اولا واخيرا، هو اللي بيتحمل كل هاي المسؤوليه، ما يحملها لغيره قبل ما يحاسب حاله. هل يا ترى حزب الله مستعد يحاسب حاله بعد كل هالزلزال؟ ما بعرف، ما بشوف انه في امكانيه يحاسب حاله. شو مفهوم هو بيتحمل هيدي يعني المسؤوليه؟ شو مفهوم الحساب بهيك؟ والله كيف راح الحرب لحاله؟ ولا بتقولي لي انه يعني انا مبريا؟ لا عم نقول مفهوم الحساب لحاله بالقرار الحرب. بقرار الحرب حصرا حصرا، ما بحكي بشيء ثاني، لا بقول لا على الشمال ولا على اليمين، قرار الحرب هو اخذه لحاله وتحمل مسؤوليته لحاله. طيب ما هو بكره لما بدنا نروح الى تطبيق ال 1701 فبتصير هيدي هرميه المحاسبه منها لحالها، ولكن في نقاط هون اذا سمحت لي قبل ما 1701 بدوش مش إيه مش إيه مش آلية محاسبه. لا 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 عم بقول انه يحاسب حاله، يعني اليوم الشيء اللي كان مطلوب بالسابق وما كان عم يتنفذ تلقائيا بده يتنفذ. بس اذا نفذني بال 1701 اذا نفذني بدنا ننفذه بالاخر، يعني يبدو انه ما في عندنا حل بقى الا 1701 عمليا قبل ما يصير بلس وماينس وتوابعي. طيب اليوم في نقاش ايضا، وهو نقاش بالداخل اللبناني والنقاش بالكواليس الدولية كمان والأمريكية حول 1701، يعني حكما مع 1559 وال 1680 ولا لا. هون تختلف، في اجتهادات بهذا الموضوع. الأمريكي بيقول لا حكما بتجي معه 1559 يلي هي نزع سلاح حزب الله، كمان في اجتهادات. ما راح يكون في عنا بس يتاخذ القرار بالتسوية أو بالهدنة أو 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 غير 1701. يعني ما راح ينحكى بنزع سلاح حزب الله، يعني ما في 1559 بشمال ليطاني ولا في 1680 اللي هو قوات دولية على الحدود السورية. حيكون بأدبيات عم تحكي مع التسوية، بس التسوية حتكون على جنوب الليطاني بالشكل الرئيسي. ما فيك توقفي الحرب إذا بدك ترطيها بقرار نزع سلاح حزب الله بكل لبنان، نكون واقعيين مع ال 1701 كأنك عم بتقولي كفوا بالحرب. ما راح تمشي، مش بسهولة تمشي هيدا. 1701 هو البداية حيكون، بس رح أقول لك شغلة اللي كنت عم أقول لك إياه، ما بعد الحرب رح يكون غيره. بالداخل اللبناني حيطلع الصوت إنه خلص اتس تايم بقى إنه حزب الله يسلم سلاحه، وبالتالي تعالوا نقعد على الطاولة عن جديد على استراتيجية دفاعية. بس هالمرة مش لتضييع الوقت، لا لقرارات تتنفذ. هذا هو اللي رح نلاقيه بالمرحلة الجاية. وبعتقد انا في اطراف رح تحكي بموضوع رئاسة الجمهورية على اساس هيدا. كيف يعني؟ يعني بده يجي رئيس الجمهورية يتعهد انه يفتح موضوع الاستراتيجية الدفاعية بشكل مختلف عن السابق. وانه اجى الوقت بقى، وكل مرة بدنا نعمل حرب بدنا نفتح الموضوع. ليه؟ يعني يفتح موضوع او يتعهد يفتح موضوع استراتيجية دفاعية على قاعدة نزع السلاح. امتى فتحنا موضوع استراتيجية دفاعية؟ لنعمله حل وسط ما بين ال 1550 وبين نتركها هيك مثل ما كانك عم بتقلي انه المطلوب اليوم لاي رئيس انه تنطبق عليه مواصفات مؤتمر معراب يلي حطوها بمعراب. انا ما عم بعني هيك. انا عم بعني انه بالانعكاسات اللي رح تصير بعد التسويه، بعد وقف النار، بعد وقف الحرب بالداخل اللبناني، ايه حيعلى هذا الصوت. وإذا طلعت من معراب مش كارثة يعني. لا ما عم طبيعي، بس عم طبيعي تطلع من معراب، بس لازم تطلع من غير معراب. أنا برأيي لازم تكون موقع البيان. يعني لازم تصير هذه قصة توافقية بالآخر. بس مش على الطريقة السابقة. بقينا نعمل على الطريقة السابقة، لك شو صار؟ ما عادش فينا نعمل على الطريقة السابقة، فعلا ما نعمل استراتيجية دفاعية. يعني بين 1550 اللي بيقول نزع السلاح
ويعني حتى الجيش اللبناني بوجه حزب الله مش وارده مش وارده. وبكره ب 1701 ما راح تشوف في عسكري بوجه حزب الله، لا حيكون حزب الله ظهر لحاله، ما راح تفير ما راح يكون في صدام. الجيش اللبناني ما بيعمل صدام مع اي طرف لبناني الان، وخصوصي مع حزب الله بهي الحرب بعد ما اسرائيل دمرت البلد. ما كمان ما في اسرائيل يعني بتاخذي بعين الاعتبار شو عم تعمل اسرائيل كمان، ما انا هيك العمليه.